هي تعتقد أن الصباح صعب جدا عليهم اقتحام الساحة مرة ثانية؟ نعم الآن صعب جدا. ناقص difficult. ولا يمكن يقدروا يقتحموا الساحة. They don't dare do it again. It will not happen again, do you think? هل تعتقد أنه بيحصلش ثاني مرة اقتحام الساحة؟ إلا الآن وجود القوة في المستشفى. وجود القوة في المستشفى. يعني يبقى على أس يعني ضرب يومي. على أس عدم الاستقرار. You can say they don't want the staff to be stable. That's why they attack it every night. Do they want to provoke you? Is that what they want? هل في نيتهم إنهم بالضرب هذا الليل يستفزوكم عشان تصل المسألة إلى درجة مواجهات؟ نعم هذا يعني هذا ما يريده. Yes, this is what they want. And are you easy to provoked? سهل استفزازك. والله يعني احنا ثابتين وان شاء الله مش يعني مش من السهل الاستفزاز. It's difficult to provoke us. I see tanks on top of hospitals. I see heavy artillery still being used by the security forces. And I see a lot of men of you perhaps armed with Kalashnikovs. ترى هذا يصعب عليكم مسألة حماية الشباب لأني وجدت قناة دببت على المستشفيات ومدافع ثقيلة جدا وهذا أكيد يصعب عليكم مهمة حماية الساحة حماية الشباب لأني رأت أن معظم الناس الذين يحموا الشباب والرجال المحيطين كلهم مسلحين بالآليات فقط. القضية الآن يعني أو مسألتنا الآن أو موقفنا هو حماية للمعتصم السلمي هذا أولا لكن إذا وجدنا أن الدولة وأصبحت يعني إنه استعملت القوى المفرطة اللي تستعملها إلى الآن ولا بد طبعا إيش يعني لابد من فرق يعني لابد ما يعني نبحث إيش نبحث عن مصادر وعن كذا على أساس ندافع عن أنفسنا أو من معسكراتهم. You don't seem scared at all. يقول لك أنت لا تبدو خائف مطلقا. والله هو يعني الأقل بيد الله سبحانه وتعالى. مش بيد قيران ولا بيد أحمد علي عبد الصالح. Life and death is in the hand of God, not in the hand of أحمد أو قيران. ونحن أصحاب قضية يعني. And we have a case. We are fighters. We have a real case to defend. Finally, Sheikh, are you hopeful of the days to come for Yemen? وأخيرا يقول لك هل أنت عندك عندك أمل في الأيام القادمة في اليمن؟ إن شاء الله تعالى. Yes. How do you imagine your country? كيف تتخيل بلادك في المستقبل؟ يعني بلاد أوروبية. Like European countries. المساواة. Equality. Justice. Freedom. بلاد المستقبل اليمن مدينة مدنية حديثة أو بلاد يعني حديثة. يتساوى فيها الناس يعني العدالة الاجتماعية يعني الحقوق فستكون دولة مدنية حديثة بمعناها الصح يعني دولة أوروبية truly a civil state with justice, equality, love, freedom like European countries. I'm sure you can do better. وهي متأكدة أنكم ستفعلوا أفضل من كده بتعاون الجميع إن شاء الله. With cooperation of everyone. Is there anything he would like to add? تقول لك هل عندك أي كلمة شيء تقول تسجل لي أي حاجة شيء تضيفه؟ أنا أشتي نقول إنه إذا أراد الشعب اليمني وركب رؤوسهم يعني ما بقى من النظام الشعب اليمني شعب مسلح وقادر خلال يعني ساعات يسقط ما بقى من النظام.